الفنانين اللي نوروا ريد كاربت في مهرجان ابو ظبي السينمائي في دوره الثامنه وكان ضيوف الشرف اللي انا احبهم واعزهم اكيد الفنان المتالق والنجم الساطع حبيبي ابراهيم الحربي. حبيبتي مشكوره تسلمين على يعني احنا ارتبطنا بعمل سابق وكان لنا يعني عمل وان شاء الله يعني يطلع وان شاء الله ان شاء الله نورت المهرجان. حبيبتي تسلمين من طيبك. وشو رايك في مهرجان فل الدوره الثامنه؟ حلو للامانه، هو تجمع فيه حلو والالتقاء يعني في فنانين ووجوه ثانيه وتشوف افلام جديده مختلفه قد ما نشوفها داخل برا يعني الا في في في, في المهرجان، فحلو جميل يعني التواجد هذا حلو يعني التجمع هذا رائع وجميل. يعني انا دائما اقول لهم هذا عباره عن عرس فني يجمع في كثير من الفنانين، احنا يمكن ما نشوف بعض، كل واحد عنده ارتباطه وكل واحد عنده اعماله. صحيح. فتجي مره في السنه نجتمع في هذا العرس الفني. بالضبط كلامك صحيح، انا ايدك يعني فعلا هو عرس فني ويصير في تجمع لنا كلنا مع بعض ونلتقي خصوصا لما يكون يعني من يعني اماكن متعدده من الوطن العربي واماكن ثانيه مختلفه، فصعب انك تلتقي فيهم الا في المناسبات، وتصير المناسبات الجميله هذه فيصير التجمع الحلو هذا وتشوفه وتتبادل معاهم ذكريات جميلة يعني. صحيح، هو صراحة جمعنا عمل البطولة أنا والأستاذ إبراهيم الحربي وكان جميل وإن شاء الله نتمنى أنه ينزل قريبا على الشاشات العربية. إن شاء الله إن شاء الله. وألف مبروك على العمل الجديد. الله يخليك. على قناة أبو ظبي صح؟ أي نعم. كلمنا شوي عن هذا العمل الجديد. هو أعتقد إن شاء الله يمكن بكرة راح ينعرض على الأو إس إن ومع متزامن مع أبو ظبي، بس أبو ظبي إن شاء الله يمكن فترة بسيطة. عمل يمكن تركيبته شويه مختلفه اللي هو الاتجاه انا هو 60 حلقه طبعا والاتجاه الخليجي العربي، وكنا احنا نطالب من زمان انه يكون هذا التوجه موجود، انه يكون التعاون موجود اللي هو خلاص تذوب عمليه الهويه تصير كلنا مع بعض بلا ما نقول والله الخليجي وهذا مش عارف كذا وكذا التجزئه هذه اللي ما لها معنى. فاحنا نتمنى ان شاء الله الاعمال هذه يعني تزيد وان شاء الله يكون لنا تواجد معاكم في بوليوود. يا واي نوت، يبغانا نسوي فيلم ان شاء الله. ليش فيلم خليجي هندي ان شاء الله ليش لا، خصوصا السينما الهنديه قريبه جدا جدا يعني يمكن لمشاعرنا واحاسيسنا، يعني احنا تربينا حقيقه من الصغر على الافلام الهنديه بجمالها وبروعتها وطبيعتها وباغانيها، في اشياء كثيره والالوان كل شيء كل شيء كل شيء حقيقه شيء راقي وشيء جميل للامانه. من الفنانين تحب للسينما الهنديه؟ حد يحضرك؟ اي يحضرني طبعا، انا كنت اقول لك احنا تربينا على اسماء قديمه يعني مثلا هيما ماليني بحبها طبعاً. كثير هذه كثير جميله الجميلات ان شاء الله ما اغلط باسمه. تشيدندرا ممثل تشيدندرا كان هذا قديم جدا ايضا كنت احبه، من الاسماء القديمه يعني هذه كنت يعني من الجيل الجديد حد شاروخان يعني انا طبعا شاروخان كينج اوف بوليوود كونغي يعني حقيقه رائع فنان رائع بكل المواصفات. شفت له شيء من افلامه الاخيره ولا؟ عجبني مال التوحد اللي سواه. ماي نيم از خان. ايه عجبني كثير. يعني خطوه جديده وجريئه منه. طبعا اكيد اكيد. عرفت؟ شيء من الافلام راح تسويهم راح نشوف ابراهيم في فيلم؟ نتمنى يعني خليني اقول لك شغله خليني يمكن تكون مفاجاه او يمكن انا قلتها في محطات لكن يمكن احنا كنا التقينا قبل في البحرين يوم كنا نصور كنت قلت لي انه في عمل انا سويت سينمائي. عمل سينمائي في الهند. واو. يا وكان من اخراج خالد الصديق وكان اسمه فيلم شاهين عملناه في الهند. اوكي. وفيلم ما نزل لنا الحين ولا شو صار؟ للاسف بعد صارت الاحداث الخليج اللي صارت والكويت والعراق الفيلم تقريبا يعني ما نزل كل الشريط المكن والاشياء هذه كلها تحط يعني تخربت يعني. بس انت قلت ان في عمل سينمائي تنحضر له. في عمل سينمائي كنا محضرين له بس يبدو انه ما نقدر نسويه. انتاجيا. سند ما شاء الله انت موجود في مهرجان ابو ظبي السينمائي. نبي حقيقه هذه يعني والله نبي احد يدعمنا بيني وبينك، عارفه شلون يعني ملينا. ملينا موجود بس ونبي يلا عليك يعني احنا السينمائيه ما مش بعدها مش موجوده في الخليج تحس؟ نبي ان شاء الله دعوه من خلال يمكن بوليوود يعني بوليوود يعني نبغي دعم مادي مش مبلغ كبير يعني نبي بس على الاقل يعني لا مبالغ والله مبلغ 3 مليون دولار 4 مليون لا اقل لو بس مليون مليون دولار بس مليون دولار بس مليون دولار وهو اقل بعد احنا مستعدين وحنا بس انسان فيه بس نتمنى انه نعرض على بوليوود يعني طبعا بوليوود يعني بس اكيد اذا كان اخراج حلو
واذا كان من بطوله ابراهيم الحربي لازم ينعرض. ومعاك انا الله وقصه حب خلاص اكيد راح ينعرض على زي افلام ان شاء الله. ليش لا ليش حبيبي من غير عن هذا المسلسل اللي راح ينعرض بالتزامن مع او اس ان ابو ظبي في شيء جديد في البايب لاين ان شاء الله؟ اي والله في ان شاء الله في يمكن خلال الاسابيع القادمه ان شاء الله راح يتبلور عمل بعد هم توجهها عربي بهذا الشكل يعني بهذا الاطار. انا مركز على هذا الجانب للامانه. تحس انه اكثر يوصل للجمهور يعني؟ نبي نطلع كمان من نطاق الخليجي وكذا يعني قولتهم طبع الزجاجه بنطلع منها بنطلع شويه يعني نتوسع اكثر يعني. انا كانت لي تجارب حلوه في الحياه في البدايه يعني في من سنوات وللاسف احس اني ما اعرف شلون فجاه لقيت نفسي بعيد عنها اللي هي كانت مشاركات كثيره في الوطن العربي مع فنانين مصريين سوريين عراقيين اردنيين المغرب العربي والله هذا يعني كنت سباق انا في الموضوع هذا كثير بس فجاه لقيت نفسي ابتعدت تماما. ليش ما اعرف انا اللي مستغربه منه انه كيف فنان سعودي وما اشوف لك عمل سعودي بحت يعني كذا وما ادري ايش وباللكنه السعوديه والله هو طيب. كثير الأمال كثير يعني يسألوا لي السؤال يمكن حتى على انستغرام اليوم لقيت برضو نفس الشيء. القضيه مش قضيه انه والله ما في عمل يستهواني والله بس ولا يعني يمكن ما انطرح عليك دور مهم بالعمل السعودي حسيت انك ممكن لا مو يضيف لك شيء يعني هي يمكن معظم الاعمال متجهه اعمال كوميدي و بس يعني ولا بالعكس يعني يسعدني بالعكس طبعا اني اخدم بلدي واقدم عمل سعودي قدمت يعني بس ولو انها كانت قليله وتكون يعني في اعمال مشاركه مع فنانين سعوديين بس يكون العمل طابعه عربي او خليجي اكثر مما يكون سعودي يعني 100%. شو تحب تقول لكل جمهورك اللي يحبك في كل الوطن العربي مش بس في الخليج عبر بوليوود 100% وعبر زي افلام؟ انا سعيد وانا في خلال المحطه هذه حقيقة وبتابعها وبتابع أفلامها وبتابع الأشياء الجميلة وبتابع الأمور الحلوة لما تطلع الله يخليك وتحياتي لكم كل الحب وكل التقدير لكم